دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. النهاردة الدولار الأمريكي وصل في سعر البيع 19 جنيه و17 قرش، وللشراء 19 جنيه و9 قروش. اليورو 19 جنيه 84 قرش، وللشراء 19 جنيه 75 قرش. الجنيه الاسترليني 23 جنيه 46 قرش للبيع، و23 جنيه 36 قرش للشراء. فرنك سويسري 20 جنيه 43 قرش للبيع، و20 جنيه 34 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 84 قرش للبيع، 2 جنيه 83 قرش للشراء. الريال السعودي 5 جنيه و10 قروش للبيع، و5 جنيه و8 قروش للشراء. دينار كويتي 62 جنيه 63 قرش للبيع، 62 جنيه 29 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي وصل سعر البيع 5 جنيه 22 قرش، والشراء 5 جنيه و19 قرش. بالنسبه لاسعار الذهب النهارده، عيار 21 عيار 18 سجل 886 جنيه، عيار 21 سجل 1034 جنيه، عيار 24 سجل 1182 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8272 جنيه. خلوني استعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لاربع درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده 34، واعلى درجه حراره هتكون في ادفو 42، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 30 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.